الأثاث الأعزاء، استكمالا إن شاء الله للدروس الصوتية الفيديو. نكمل درس اليوم إن شاء الله، هو استكمالا للفورث كونفكشن. مثل ما أخذنا سابقا الفورث كونفكشن على الفلات بليت، وإن شاء الله اليوم موضوع جديد يخص الفورث كونفكشن اللي هو الفلو أكروس سيلندر أند سفير، اللي هو الجريان المتقاطع مع الأسطوانات والكرات. إذا تلاحظ هذا الرسم، إذا عندي أسطوانة بهالشكل راح يكون عندي جريان متعامد على محور الأسطوانة. في حالة حصول هذا الجريان راح نلاقي الفلويد، إذا هذا المقطع مال الأسطوانة اللي هو مقطعها كروي، راح ألاحظ الفلو يمشي مع الجدار ويظل ماشي وياه بشكل منتظم طباقي لحد ما يوصل إلى نقطة ما، ويبدأ عندها بالانفصال، وبعد الانفصال يتحول إلى جريان من النوع المضطرب. إذا تتذكر بالفلات بليت كان عندي جريان شكل الطبقة المتاخمة عليه، الجزء الأول منه طباقي ويتحول للاضطراب في هذه المنطقة. إذا كل ما زدنا X كل ما تحول منه الجريان من طباقي إلى مضطرب، إلى انتقالي ومن ثم مضطرب. نفس الطريقة هنا، إذا كان الجريان على السطح الخارجي من الأنبوب دائري المقطع، راح ألاقي عندما المسافة اللي يقطعها مع المعدن قليلة، يعني X قليل، راح يكون الجريان طباقي عند زاوية ما، الزاوية الما محسوبة من مركز هذا الأنبوب مع محور X السالب. هاي الزاوية قيمتها صفر، يعني هاي النقطة يسموها الميدبلين، ومن ثم هاي الزاوية تزيد والجريان يمشي وياي لحد الزاوية رقم 80. احفظ هاي الأرقام اللي هي الزاوية رقم 80 والزاوية رقم 140. هاي 80 فرضا قبل 90 بشوية، وهاي زاوية ثانية 140. إذا كان الجريان طباقي فسيحصل الانفصال عند الزاوية 80، إذا كان الجريان مضطرب سيحصل الانفصال بعد مسافة أطول اللي هي عند الزاوية 140. تمام؟ وين نلاقي التطبيقات اللي هو الجريان المتقاطع مع أسطوانة؟ هاي أغلب شيء نلاقيها إن شاء الله في موضوع الهيت إكسشينجر. أغلب التطبيقات الموجودة بها جريان خارجي وجريان داخلي. الجريان الخارجي ممكن في بعض الأحيان يكون متقاطع مع محور الأنبوب، عندئذ أقدر أقول عليه flow across cylinder، وممكن يكون هذا الflow across sphere. ممكن الجريان أيضا يكون متقاطع مع كرة، أو جريان خارجي حول كرة. لاحظنا سابقا أنه بالفلات بليت رقم رينولدز الحرج هو 5×10^5، بينما فيما يخص الأنابيب فإن الكريتيكال فاليو هي 2×10^5. هاي قيمة رينولدز الحرج، اللي أقل منها أسميه لامينار فلو، واللي أكبر من هذه القيمة رينولدز أكبر من 2×10^5 أسميه تيربلنت. أوكي زين، نجي على هذا الجريان. وضحناه في الرسم هذا، حكينا عليه قبل شوية، وهنا موضح بشكل مفصل أكثر. أنا عندي هذا الفلو يمشي منا بهالاتجاه، هذا الفلو يصطدم بالجريان يشكل طبقة متاخمة اللي هي هاي الطبقة، هاي الطبقة جزء منها طباقي، ويحصل الانفصال عند مسافة ما. القيمة الحرجة قلنا ما هي الزاوية اللي يحصل عندها الانفصال، هاي مهمة. السبريشن فلو سبريشن الانفصال اللي يحصل بالجريان عند ثيتا يساوي 80، هذا الكلام شو وقت؟ إذا كان الجريان من النوع اللامينر أو اللامينر باوندر لاير. أما إذا كان الجريان تيربلنت فالانفصال يحصل عند الزاوية 140. هذا المهم بالموضوع. أيضا يحصل الانفصال نتيجة التناقص بالضغط في هذه المنطقة، ضغط يحصل يصير به تناقص، والجريان سريع فيحصل انفصال في هذه المنطقة. من انفصل الجريان تحول من الشكل الطباقي صار شكله مضطرب. إذا تلاحظ هنا رينولدز أقل من 2×10^5 طباقي، تلاقي الانفصال وين؟ تلاقي الجريان ينفصل عند 80، يعني يبدي يتحول عند الزاوية 80
هاي الزاوية 80، راح يتحول الجريان، يبدي يتحول من انطباقي إلى مضطرب. هنا عند الزاوية 140 تقريبا، هنا 140 راح يتحول، هنا 140 راح يتحول الجريان من لامينر إلى تيربلنت. هذا الكلام وين؟ إذا كان الرينولدز نمبر شبي 2 أكبر من 2 في 10 أس 5، فالانفصال يحدث في منطقة أبعد. تمام، نجي نكمل. السي دي هو الدراج كوفيشنت أو معامل الاحتكاك، ممكن من هذا الشكل اللي قدامكم الموجود في صفحة 16، علاقة السي دي اللي هنا محسوب ما إلى وحدات محور واي مع قيمة رينولدز نمبر. أيضا هذا السي دي إلى كيرفين، كيرف خاص بالسلندر وكيرف خاص بالجريان حول السفير. القانون الـ FD اللي هو الـ Drag Force CD في AN في الـ Rho U سكوير على 2، هذا القانون التقليدي نفسه. CD أجيبه من مخطط بمعرفة رقم رينولدز، الـ U هي الـ U Infinity، الـ Rho محسوبة عند التيفل. راح بس الجديد عندي هو الـ AN، ما هو الـ A؟ هو الـ A الكروس سكشن، الـ A العمودي، الأي العمودي إلى قانونين، يا إما هو الـ L في الـ D، هو الـ L الأي المواجه للجريان مال الفلويد. طبعا يا إما هو الـ L في الـ D في حالة الأسطوانة، أو هو الـ باي على 4 دي سكوير في حالة كانت هناك شنو كرة، فقط عند تطبيق هذا القانون الخاص بالـ FD. هنا يتبع رقم نصلت مع ثيته في بداية الجريان. نصلت شبيه مرتفع قلنا لأن الفرق واضح بين التي إنفينيتي مع التي إس، كل ما تقدم الجريان يبدي الماء يسخن، فالدلتا تي بين الفلويد والسطح يقل، فإذا قل الدلتا قل الكيو وبالتالي قل الاتش وبالتالي قل النصلت، لحد ما يوصل إلى 80 يبدأ التصاعد. من ليش يتصاعد بالـ80؟ يتحول جزء للرينولدز القليل، يتحول جزء من الفلويد إلى الحالة التيربلنت، وإذا صار تيربلنت راح يصير زيادة في عملية الخلط وزيادة انتقال الحرارة، ويبدأ يتصاعد كل من كيو والإتش والنصلت. تمام، أكبر كمية خلط موجودة تقريبا عند الزاوية 120 يوصل النصلت إلى القمة مالته. طيب العلاقة التجريبية راح نجي كيف نحسب النصلت نمبر، هذا كله حكيناه سابقا. إيش قلنا مثلا؟ ينطيني التي اس والتي انفينيتي ويطلب مني الكيو، كيف أحسب الكيو؟ لازم عندي اتش، منين أطلع الاتش؟ أطلعها من نصلت، لكن العلاقة التجريبية فقط هي اللي تغيرت. تستخدم العلاقة الآتية في عند حساب النصلت المن للسلندر اللي هي أيضا تساوي الاتش. الطول المميز هنا عندي هو منه قطر الأسطوانة على كي، كي طبعا للفلويد. هذا القانون طبعا ما تحفظه يجي وياك، يعتمد على كل من رينولدز وبرانتل. برانتل راح أطلع من جدول، رينولدز تحسبه من يو دي على نيو، النيو تطلعها من الجداول أيضا. تطبق هذا القانون قلنا ما تحفظه في حالة كانت عندك جريان متقاطع مع منه مع سلندر، أما لو كان عندك جريان متقاطع خارجي مع كرة فراح نطبق القانون الآتي. القانون الآتي يقول للكرة اللي هو نفسه H في D قطر الكرة على K يساوي هذا الاثنين في رينولدز في رينولدز بلس. هذا الحد هو عندي جديد، ميو انفينيتي على ميو اس. سجل عندك انه ميو انفينيتي هي اللزوجة الخاصة بالفلويد اللي دا يجري حول الكرة عند تي انفينيتي، وهنا عندك ميو الخاصة ايضا اللزوجة للفلويد عند تي سيرفس تي اس. هذا فقط التغيير الوحيد او الرمز الوحيد اللي غريب بالنسبه للقوانين البقيه، والبقيه برانتل تعرفوه ورينولدز تعرفوه. وايضا توجد جدول بعلاقات تجريبيه بنفس الصيغه القديمه اللي قلنا عليها، نصل تساوي سي ثابت في رينولدز اس ان في برانتل اس ان.
هذا الجدول يستخدم مع مجموعة من العلاقات في حالة كان المقطع هاي القناة ليس دائريا. في حالة المقطع ليس دائريا أكو جدول مع العلاقات يعطى لك بالشكل الآتي. إذا تلاحظ هاي العلاقات الموجودة عندي، نصلت رقم ثابت، رينولز أس ثابت، في برانتل أس ثلث ثابت. يعني هاي العلاقات التجريبية تطبق عند شروط معينة، في حالة جريان يشترط هنا غاز أو ليكويد، في حالة كان المقطع كرة. إذا كان الدكت مربع وجريان حول هذا الدكت خارجي والجريان كان غاز وكانت قيمة رينولز بين هاي الرقمين 5000 إلى 100000، عندئذ العلاقة تتغير عندي وقيم الثوابت C و M و N أيضا راح تتغير. هاي الاستخدام عندي أستخدم من هذا الجدول بعلاقات أراعي تحقق الشروط وأنه قيم رينولز نمبر ضمن الرينج المعطى، عندئذ أقدر أستخدم هاي العلاقة. زين، إذا استخدمت هاي العلاقة شو استفاد؟ إذا استخدمت هاي العلاقة راح أطلع قيمة نصلت، وإذا طلعت نصلت أساويها بمن؟ ب H في D على يمن على كي. ألاحظ زين ما هو الدي هنا؟ دي موضح لك، الدي بالمربع طول الضلع، الدي للدائرة معروف قطر، الدي للسداسي المسافة بين هاي النقطتين حسب الرسم. إذن أيضا هاي موجودة تعطى لك وين؟ تعطى في جدول. نجي على مثال من الأمثلة يوضح الموجود عنده، يوضح استخدام القانون. إذا تلاحظ along 10 سنتيمتر دياميتر ستيم بايب، إذن أنبوب يحتوي على بخار، قطر هذا الأنبوب معطى إليه 10 سنتيمتر حوله بالمتر. whose external surface ده يحكي عن من؟ عن السطح الخارجي. هاي مو أنا لازم أميز بين الجريان الداخلي والجريان الخارجي، فهو ده يوصف لي منه السطح الخارجي. أركز وياه، منطيني درجة حرارة السطح الخارجي، درجة حرارته 110 سيليزي السطح الخارجي. passed through some open area، موجود هذا الأنبوب في سطح في مساحة مفتوحة. that is not protected against the winds غير معرضة للرياح أو غير محمية من الرياح. أوجد the road أوجد the rate of heat loss، أوجد كمية الكيول مفقودة من هذا الأنبوب لوحدة its length، لوحدة الطول من هذا الأنبوب. when the air is at 1 atmospheric pressure، هذا مهم الواحد atmospheric على جمود، أطبق جدول الخصائص ببساطة وأطلع خواص الهواء، ومطيني درجة حرارة T infinity 4 سيليزي. and the wind is blowing across the pipe، ده يقول الهواء أو الرياح هاي الموجودة خارجية تنفخ بشكل شبيهة أكروس، هاي جدا مهمة هاي الكلمة، أكروس متقاطع اللي هو موضوع درسنا اليوم، أكروس the pipe at a velocity of 8 متر per second اللي هي تمثل U infinity. منطيني الخصائص، هو على مود ما أستخدم الجدول أكيد حاسبها عند التي فيلم، منطيني هاي الخصائص ما يعني للجدول حاليا. إذا عندي هاي الخصائص الكي والبرانتل والنيو، أجي أطبق رينولدز، رينولدز للأنابيب U في الطول المميز اللي هو القطر بعد ما يحوله بيا وحدات متر، طبق هاي الوحدات اللي عنده، اليو معلوم عنده، الدي معلوم وحوله بالمتر، النيو معلوم بالسؤال، طلع رينولدز، رينولدز أقل من القيمة الحرجة 200000، إذن ده يشتغل على اليمن على الجريان اللامينار. العلاقة مالته تعطى في مسألة، تعطى لك مع المسألة وتعطى في ضمن جدول. العلاقة الموجودة عنده موجودة بهذا الشكل، يعوض عن رينولدز ويعوض عن برانتل ويطبق باقي العلاقة ويطلع قيمة نصلت إلى 196. بعد ما يطبق هاي العلاقة أريدكم أيضا تتمرنون على هاي الأرقام بالحاسبة عندكم، راح تعرف تطلع نفس الرقم لو لا، وأريد ملاحظاتكم تكتبوها على الفيديو. بعد ما يطلع نصلت بنفس الطريقة يساويها النصلت ب H في D على K، ال H فقط هو المجهول، قيمة نصلت معلومة، D معلومة، الكي معلومة معطى له في سؤال الكي، ولذلك راح يبقى فقط الاتش مجهول. طلع قيمة الاتش، إذا طلع قيمة الاتش راح يطبق القانون التقليدي للكونفكشن اللي هو اتش في الاي في الدلتا تي، عند الدلتا تي ما حاجة يحولها بالجلفن أو شيء، هو دلتا تي
الاي هي ايش قلنا احنا المساحه مالتنا شو تساوي؟ المساحه اللي عندنا هي المساحه المعرضه للكونفكشن. من يقول من يتصور المساحه المعرضه للكونفكشن؟ مو ال في الدي، اللي يتذكر ال في الدي هاي المساحه القانون اطبق ايش وقت الاي ان فقط واني احسب الاف دي، اما واني احسب الكيو فالمساحه المعرضه للكونفكشن الخارجي هي شنو؟ هي الطول مال المحيط هاي الدائره اللي هي الباي دي مضروبا في منو؟ مضروبا في الطول، يعني بين قوسين هي المساحه السطحيه. اذا تلاحظ الباي في الدي في الال، جاي اللي يحسب الكيو لوحده الطول، اذا يعتبر الال ايش قد؟ يعتبره واحد، مع انه هنا منطيه قايل له ترى الطول ما منطيه الطول، هو منطيه القطر، تمام؟ اذا قايل لي احسب الكيو لوحده الطول، فيفترض وحده الطول الال 1 متر، اما هاي هي الباي دي هي شنو؟ محيط الدائره. اذا عندي باي في الدي في الال فهي المساحه السطحيه الاي، تمثل اي المساحه السطحيه الخاصه بمن؟ المساحه السطحيه الخاصه بالانبوب. اذا يضرب هاي الارقام راح يطلع قيمه الكيو 1851 واط. وشكرا جزيلا، مع السلامه.